إن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وإما يؤكد هذا أن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لو كان القرآن مخلوقا فقال الرحمن خلق القرآن والإنسان، ولما قال علم القرآن وذكر خلق الإنسان دل على أن هناك فرقا بينهما. وإنما قلنا بهذا لأن بعض أهل الفرق يقولون بأن كلام الله عز وجل ليس القرآن وحده، بل يقولون إن كلام الله عز وجل معنى قائم بنفسه فيخلق خلقا يعبر عن هذا الكلام القائم في نفسه، وهذا ضلال مبين، لأن الكلام كما سبق إيضاحه معنا في الفقه، الكلام لا يعد كلاما إلا إذا تضمن ماذا؟ لفظا ومعنى. ولذا لا يصلح أن يقال ما في النفس كلام إلا إذا قيد، ولتعلم أن القول والكلام إذا أطلق فإنما المراد منه المعنى واللفظ معا، ولا يمكن أن يكون المعنى، إذ لو كان الكلام هو المعنى القائم في النفس لعد الأخرس متكلما، لأن هناك معنى قائما في نفسه ولا يقول بهذا عاقل. أما إذا قيدت فعلى ما قيدت به، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حددت به أنفسها، قيد ما لم تعمل أو تتكلم. فهم يقولون إن هناك معنى قائما بنفسه، وإنما ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام هو مخلوق خلقه عز وجل فعبر عنه. ونقول لقد أعمى الله بصائركم، فإن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، حتى أودى ببعضهم إلى أن يقولوا بأن ما سمعه موسى هو كلام خلقه الله عز وجل في الشجرة، فالشجرة هي المتكلمة. نقول سبحان الله، هل يمكن أن تقول الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين؟ لا يمكن. وإذا أنكر عز وجل على من زعم أن هذا القرآن هو قول البشر وتوعد عليه بسقر، فكيف يكون كلام الله عز وجل في مخلوق؟